Let me introduce you to one of the coolest restaurants in Palestine, and it happens to be in my hometown, Taipei. It's in the old city part of Taipei. It's in a renovated area that tries to return the charm of the old city, and it's a bit of a living museum. Peter's Place, not only is it set in an old Palestinian house and renovated to its original charm, but also it has a bit of a museum of artifacts and stuff that our grandparents used in their everyday life. Let me take you back in time. I hope you enjoyed the journey and come and visit Taipei and come and visit Peter's Place. صلاة الروم، صلاة الكاثوليك هاي وتحضر جاسر، هاي كلها تبعك بيادر. اه مظبوط. لكن كسر غاد والكل يحرثوا، مش يحرثوا، يطحنوا القمح. زي حسيت. يدرسوا. يدرسوا القمح. وإن كان ما كان هالأولاد صغار يصيروا ينادوا علينا، تعالي اقعدوا عشان نتأكد، تقعدونا ها؟ زيب الحمار يجرفين على فوق الكمحات. هاي مسلوق. شو المسلوق؟ هذا مثلا كان نغسل فيه. نعبي مية ونفتح منها. ما كان في لا حنفية ولا كان في. عمك حنا هذاك هذا بكون بدي اروح اخلي اوصي على مسلوق واحطه ورا الدار. اصير لما اشتغل في البستان اغسل ايدي في المسلوق. هاي رح تكون كم حيخزنوه. واو معمولة من المد ولا لا؟ من تبن. تبن. صح؟ تبن وكسول، كسول. قصول مش تبن، قصول و شو ال شو القصول يعني؟ التبن الناعم، قصول الخشن. بتعملوه في الخشن عشان يتمسك مع بعض. يعني المحل اسم الله اميزنج، عن جد اميزنج. اسمك؟ انا مار. سهيل. You work here يعني ولا؟ I manage it. You manage it. المحل لابوي. لابوك؟ أبوي بيتر أنا عشان هيك اسمه بيتر بلايس أيوه هذاك أخوي أخوك كمان؟ Very nice يعني family business Yeah Beautiful